تعاون مع الشباب في وضع هيكلية لإدارة المكاتب والتنسيق بين الأقسام المعنية في كل دائرة من الدوائر ضمن كل مديرية من المديريات وعملية التواصل مع بعضها البعض. طبعا اكتسبنا منها خبرة جيدة كانت تفوتنا في العمل الإداري من حيث التعامل ضمن دائرة الأوقاف الداخلية ومن حيث التعامل مع الدوائر البقية ومن حيث التعامل مع الأمور الخارجية في ضبط الأعمال في التنسيق في كل هذه الأمور حتى في أدق التفاصيل في البروتوكولات والإتيكيت التي يجب أن يخضع لها جميع الموظفون في جميع الدوائر وعلى رأسها الأوقاف سيما وأنها هي التي تعنى بالانضباط أكثر وأكثر.